بعد كده يا فندم مونريل شرق وغرب النيل، زي ما قلت لحضرتك ان احنا شرق النيل في نوفمبر القادم ده هيشتغل تشغيل تجريبي. لما احنا كل الجسر خلص يا فندم، القطارات موجوده، الانظمه تقريبا 90% خلصت، احنا فقط بقى لنا المحطات. المحطات بتاخد وقت شويه، ان شاء الله باذن الله تخلص ونشتغل بالركاب. يعني هنشتغل تشغيل تجريبي في نوفمبر القادم 5/11، ان شاء الله باذن الله في شهر مارس مطلع ابريل في اعياد 25 ابريل ان شاء الله وتحرير سيناء نشغل بالركاب لشرق النيل، ثم بعديه بست شهور ان شاء الله في شهر اكتوبر نشغل غرب النيل. وده تقريبا هيشيل 500 الف راكب يوميا شرق النيل، و500 زيهم في بدايته غرب النيل لاكتوبر. النقل الجماعي، وده يا فندم موضوع مهم جدا، يمكن ظهر في عرض دوله الرئيس وعرض الدكتور عاصم او الفيلم اللي جاي دلوقتي. احنا فعلا كنا فن بنعمل دايما التجمعات العمرانيه، وبعدين ندور لها على وسيله مواصلات لما التجمعات العمرانيه تكتظ بالسكان وتبقى زحمه جدا. احنا من دلوقتي فن بنعمل التجمع العمراني سواء في الشروق او العبور او بدر او غيره او العاصمه الاداريه الجديده، وبنعمل معاها وسيله المواصلات على طول. يعني يكفي لحد النهارده فن، احنا دلوقتي النهارده بنقول ان الخط الرابع ده هيربط اكتوبر ب، ما كانش في حاجه قبل كده بتربط اكتوبر نقل جماعي. مونريل غرب النيل هيربط اكتوبر ب، ما كانش عندنا حاجه بتربط اكتوبر. فيبقى عندنا ان شاء الله، البنك الدولي قال ان احنا بنفقد، مصر بتخسر 8 مليار دولار نتيجه الزحام ونتيجه العربيات اللي واقفه متكدسه في الشوارع بتاعتنا اللي اتحولت الى جراشات مفتوحه. 8 مليار دولار بنخسرها سنويا في الوقود اللي بيتحرق والعربيات واقفه. طب احنا بقى لما ناخد كمان العربيات، الصوره اللي على الشمال تحت يا فندم دي بتقول لو احنا عندنا 50 مواطن ركبوا 50 عربيه هتزحم الشارع بالمنظر ده. طب لو هم ال 50 دول ركبوا الاتوبيس ده، طب بلاش. لو 100 ركبوا اتوبيس مفصلي، طب بلاش. لو 500 ركبوا ال ار تي، هتلاقي حياتك الشوارع فاضيه تماما، الشوارع تقريبا ما عادش فيها تكدس. هنكسب 8 مليار تانيين غير ال 8 مليار نتيجه بقى الفرق في الوقود ما بين ال 50 عربيه اللي بشيله اتوبيس وبين الاتوبيس الواحد، او ما بين ال 500 عربيه او ال 500 عربيه احنا وفرناهم مع ال ار تي او مع مترو واحد. 8 مليار مع 8 مليار يبقى احنا نقدر نوفر بالنقل الجماعي اللي احنا بنحاول يا فندم نرسي مفهومه. والحمد لله يا فندم يعني اهلنا وشعبنا ناس واعيين جدا، وزي ما حضرتك هتشوف في صوره قادمه دلوقتي الناس بدات فعلا تسيب عربياتها في المناطق بتاعه المحطات وتركب ال ار تي او تركب المترو عشان تصل الى مقصودها النهائي. القطار الكهربائي السريع، احنا فنم في اطار تخطيطنا فعلا لان مصر تكون مركز التجاره العالميه للوجستيات ونخلق ممرات لوجستيه ونبقى جزء فاعل وننفذ مهمتنا في اطار خطه الحزام والطريق. فاحنا فنم عملنا الحمد لله بتوجيه من حضرتك، وكان ده تفكير سابق جدا على ما يدور حاليا وانشاء الخطوط الجديده وغيره، ان احنا نعمل شبكه من القطار الكهربائي السريع، ثلاث خطوط تربط كل مصر ببعضها زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي في الممرات الاستراتيجيه، تربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، تربط شمال مصر بجنوب مصر، كل مناطق الثروه، مناطق الصناعه، مناطق الزراعه كلها مع بعضها. اللي على الشمال يا فندم دي ثلاث خطوط، الخط الاخضر اللي من السخنه على البحر الاحمر حتى مرسى مطروح على البحر المتوسط، الخط الاحمر ده اللي رابط ميناء سفاجه بالغردقه بقنا والاقصر على نهر النيل، الخط الازرق يا فندم ده بادئ من اكتوبر رابط بقى مع الخط الاولاني ونازل لحد هنا رابط مع الخط الثالث ونازل الى ابو سمبل اللي ما كانش قبل كده بيروح لها اي قطار. يعني من يوم منذ الخليقه، منذ ان عرف الانسان وسائل المواصلات ما راحش قطار الى منطقه ابو سمبل، وكان السياح بيروحوا ابو سمبل ورجعوا في نفس الطياره في نفس اليوم. ان شاء الله يا فندم القطار الكهربائي السريع هيصل الى ابو سمبل مرورا بقى بكل محافظات الصعيد زي ما حضرتك هنشوف دلوقتي. اللي على اليمين ده الصوره يوم ما سيادتك شرفتنا بمشاهده او بحضور التوقيع على شبكه القطار الكهربائي السريع. الصوره اللي تحتها يا فندم ده القطار الاقليمي الاول اللي وصل مصر. القطار ده يا فندم موجود دلوقتي في القاهره، وصل اسكندريه ومنه بتنقل دلوقتي الى ارض المعارض في التجمع الخامس عشان ان شاء الله كل المصريين يشوفوه في 5/11
موجود. احنا طبعا بدأنا يا فندم بالقطار الاقليمي، ما بدأناش بالقطار السريع. طبعا هو ده كان خطه التصنيع، ولكن عشان الناس اللي بتقول ان انتم جايبين القطار السريع للاغنياء اهلا وسهلا، ولكن القطار الاقليمي هو بقى لكل من هيركب القطر ويعدي على كل المراكز. القطر هيقف في كل المراكز، القطر السريع هيقف في المحافظات وده في كل المراكز، بالاضافه طبعا للجرارات اللي هتوتر البضاعه. الصوره اللي تحتها يا فندم دي السكه اللي احنا خلصنا الجسور بتاعتها بالشركات المصريه الوطنيه اللي بتشتغل معانا، اللي بيشتغل في مشروعات وزاره النقل تقريبا كلها حوالي 2 مليون مواطن، يعني 2 مليون اسره منهم في هذا الخط فقط تقريبا 250 الف بني ادم بيشتغلوا في الجسور والمحطات كلها شركات مصريه وطنيه. بدانا يا فندم نسلم الجسور لشركه سيمنز والتحالف اللي معاها بتعمل الجسور في الصوره اللي تحت على على اليمين خالص. الثلاثه اللي في نص الفندق دول محطات دلوقتي حاليه، محطه سواء العاصمه الاداريه الجديده او محطه القاهره اللي هي معموله في حلوان او محطه اكتوبر اللي معموله في منطقه المحور، دي محطات الفني بتشطب حاليا دلوقتي بشركات مصريه وطنيه. الالكتروميكانيك بتاعها فني كله مصنع في مصر بالجنيه المصري. دي يا فندم مشروعات 2030 اللي يعني اللي لسه احنا بدأنا في تنفيذها. ده مترو اسكندريه اللي على اليمين فوق، ده مترو اسكندريه يا فندم، ده القطار بتاع ابو قير اللي تحت على اليمين في الصوره، ده القطر بتاع ابو قير اللي كان شغال طبعا مفرد ويعني كان على قد حالته. طبعا الخط ده يا فندم كل ابو قير دلوقتي اتشال، وده بتحول الى الوقت الى مترو كهربائي بالقطارات اللي موجوده على اقصى الصوره، على اقصى شمال الصوره دي. ده يا فندم حاليا 21.7 كيلو، ولكن دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه يا فندم ان شاء الله لما يصل الى الماكس ويصل الى الكيلو 21 في منطقه العجمي هيصل الى 47 كيلو، وده يا فندم هيشيل تقريبا في بداياته حوالي 2 مليون راكب يوميا في اسكندريه، يعني 2.5. اللي تحتيه على طول ترام الرمل يا فندم، بنشيل ترام الرمل القديم اللي موجود على الصوره اليمين تحت، وبالوقت تعاقدنا على ترام الرمل الجديد برضه هشيل حوالي 2 مليون راكب يوميا. اللي على الشمال فوق خالص يا فندم ده الخط السادس لمترو الانفاق اللي خلص دراساته وخلص ابحاث على الارض، ولكن احنا كنا منتظرين فيه لحد ما ننفذ مصنع الوحدات المتحركه لشركه اليستوم الفرنسيه، عشان هي اللي شغاله معانا بتمويل من الوكاله الفرنسيه والحكومه الفرنسيه، تمويل ميسر جدا يا فندم ب1.1%، رغم ان هو ب1.1% وست سنين فتره سماح و40 سنه فتره سداد، ولكن احنا يا فندم اجلنا البدء في تنفيذه لحين انشاء مصنع الوحدات المتحركه والانظمه الاليستون في برج العرب، عشان ناخد كل احتياجاتنا سواء من الانظمه او الوحدات المتحركه من المصنع بتاعنا، ويتقلص قيمه القرض الى اقل حد ممكن. يمكن ده اللي مأخرنا في انهاء الاجراءات بتاعه التعاقد على الخط السادس لمترو الانفاق.